أتشيرا مدينة صغيرة تدور في فلك مدينة نابولي، القطب الصناعي والاقتصادي المعروف في إيطاليا. وفي أتشيرا استقر في العام 96 900 و1000 المهاجر المغربي حميد العبداني. كان من بين المهاجرين المغاربة الأوائل الذين أخذوا وجهة إيطاليا. لما ترك قريته في أطراف مدينة خريبكا كان في 24، وكان كما كثيرين من أقرانه منبهرا برغد العيش الذي يظهر على المهاجرين حين يأتون لقضاء عطلة الصيف. صرف اهتمامه عن الدراسة وعن الأشغال الفلاحية التي كانت شأنا يوميا لأفراد عائلته. ولما رأى والده أنه لن يتغير ساعده على الهجرة. لم يهاجر وحيدا، كان مع مجموعة من الشباب أحضرت لهم عقود عمل لقاء مبالغ مالية هامة. كان الاتفاق يقضي بأن لا يترك المهاجرون إلا بعد تأمين وصولهم إلى حيث سيشتغلون. لما وصل إلى إيطاليا اكتشف حميد العبداني أن الحلم الذي هيمن عليه سنين لن يكون سهلا تحويله إلى حقيقة. لم يكن لديه من المؤهلات إلا ما تعلمه في الحقول التي تستغلها عائلته، ولذلك كان الطريق الأقرب لدخوله عالم الشغل أن يعمل بستانيا. لم يكن عالم النباتات مجهولا لديه، ولم يكن حديث عهد بالمعول وأدوات تشذيب الأشجار. سريعا أدرك أن تعلم اللغة الإيطالية ضرورة قصوى إن هو أراد بلوغ مبتغاه في وقت وجيز. ظن أن ما رسخ في ذهنه من اللغة الفرنسية التي تلقاها في مساره الدراسي سيساعده في ذلك. إنه لن يحتاج إلى تعلم الحروف اللاتينية، وذلك في رأيه مكسب هام. الذي كان وسيطا في هجرته إلى إيطاليا وهو مهاجر مغربي ينحدر من الدار البيضاء هو من قدمه للسيدة روزا بيانكو، امرأة في عقدها السابع تعيش وحيدة في فيلا قديمة تحيط بها حديقة واسعة. يذكر حميد جيدا تلك اللحظة التي التقت فيها عينه عيني روزا بيانكو. كانت نظراتها تشي بحيوية لم يعهدها من قبل في نظرات نساء في مثل عمرها. رحبت به بكلمات ترجمها له الوسيط، ثم قام الثلاثة بجولة عبر الحديقة الواسعة. كانت الأشجار بحاجة إلى تشذيب وتهذيب، وقبل كل عمل آخر كانت الحديقة بحاجة إلى إعادة تنظيمها. وكان حميد يرى وهو يستمع إلى مطالب روزا أن إنجاز كل تلك الأشغال يتطلب جهدا ووقتا. لما انتهت الجولة عبر أطراف تلك الحديقة قال حميد للوسيط أن يبلغ السيدة روزا بأن إنجاز كل هذه الأشغال سيستغرق وقتا. أضاف أن كل ما يمكنه أن يعدها به أنه سيعيد لتلك الحديقة رونقها ونضارتها التي افتقدتها منذ سنين فيما يبدو. نقل الوسيط كل ذلك إلى روزا التي استمعت باهتمام وبابتسامة لم تفارق شفتيها الدقيقتين. ردت بأنها ستمنحه كل الوقت الضروري للقيام بالمطلوب. كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أن السيدة روزا عرضت عليه أن يسكن في ذلك المنزل الصغير في عمق الحديقة على أن يقوم بالإصلاحات الضرورية. كان بالقرب منه، نظرت ناحيته، ثم إنه بتلقائية خطى خطوتين نحو النافذة المشرعة وألقى بنظرة إلى الداخل. ظهرت له قطعة من صالون جلدي قديم بجوار باب موصد ظن أنه باب غرفة. عاد وقال للوسيط أن يبلغ السيد روزا بأنه يقبل عرضها شاكرا. بعفوية أنزل الحقيبة التي كان يعلقها إلى كتفه، وكأنه أحس بأن رحلة الهجرة إلى إيطاليا قد انتهت لتوها، وأن حقيبته التي حملها بعض أغراضه قد بلغت وجهتها. هل من عرض أفضل بالنسبة لمهاجر مثله في بلد لا يعرف لغته ولا ثقافة أهله؟ كل ما يعرفه ما كان يحكيه المهاجرون الأوائل إلى إيطاليا وهم يقضون عطلهم الصيفية. يعد هذا العرض من باب حسن الطالع.
وحتى لا يكتنف الأمر غموض أو سوء فهم، طلب حميد من الوسيط أن يسأل السيدة روزا إن كان بإمكانه أن يستغل ذلك البيت منذ الآن. ولما نقل إليه موافقتها ابتسم ابتسامة عريضة كشفت عن أسنان بها بقع بنية، ثم بعفوية ربما أخفت فرحة ود لو فجرها حق تفجيرها، عانق الوسيط الذي جاء به إلى أتيرا وربت على ظهره بكلتا كفيه. ثم إن الوسيط انصرف بعد أن قبل السيدة روزا قبلتين على وجنتيها جعلته يظن أن علاقتهما ليست وليدة ذلك اليوم. أغلقت السيدة روزا بيانكو باب الحديقة وتقدمت نحو ذلك المنزل الصغير يتبعها حميد. فتحت الباب فأحدث صريرا وشى بأنه لم يفتح منذ فترة غير قصيرة. الآن وقد صار ينظر إليه عن كثب بدت له واضحة طبقة الغبار التي تكسو قطعة الصالون الجلدي ذي اللون البني. كانت السيدة روزا تحدثه بلغة لا يفهمها، وكانت تشير إلى الأشياء الموجودة في المكان، وقد حسب أنها تذكر له ما ينبغي القيام به. لما التفتت جهته ابتسم واحمرت وجنتاه خجلا ورد بإشارات وهو يحرك رأسه مبديا موافقته على كل ما تقوله سيدة المكان. أدارت المفتاح الذي رآه في قفل الباب الذي قدر أنه باب غرفة، لم يخب ظنه حين انفتح ذلك الباب الخشبي. دخلت السيدة روزا أولا وتبعها دون ما انتظار. في الغرفة سرير كبير ودولاب يستجدي رفع الغبار عنه. كانت الإشارات التي ترسمها يدا السيدة السبعينية دوائر في الهواء تعني له أن المكان بحاجة إلى عملية تنظيف كاملة شاملة، ثم أشارت بما أفهمه أن عليه أن يستقر هناك. خرجت السيدة روزا بعد أن ابتسمت في وجهه، وضع حقيبته على قطعة الصالون التي تتسع لشخصين. نظر إلى الساعة التي في معصمه، كانت تشير إلى 10:30 صباحا. تذكر لاحقا أن ساعته لا زالت مضبوطة على توقيت المغرب. فتح بابا صغيرا قريبا من الزاوية فاكتشف حماما. كانت مودعة هناك مكنسة وبعض مواد التنظيف. لم يعد هناك ما يبرر إرجاء تنظيف المكان. مسح الصالون القديم وأعاد له بعضا من بريقه، وكذلك فعل بالدولاب في غرفة النوم. كان الجو ربيعيا. أخرج الأغطية التي كانت هناك. بعد ساعتين كان المكان قد استعاد غير قليل من ملامحه الأصلية. رأى السيدة روزا قادمة من سكنها في الجهة الأخرى من الحديقة، كانت تحمل له طعاما وكان جائعا. شكرها بحركة من رأسه وانحناءة خاطفة، ثم عادت المرأة من حيث أتت. بعد أن أكل نهض ودخل غرفة النوم، فتح الدولاب الخشبي القديم فاكتشف بداخله ملابس تعود لرجل، 3 بذلات معها ربطات عنق وقمصان بيضاء. تساءل عما إذا كانت تلك الملابس تعود إلى زوج السيدة روزا الذي لا يعلم يقينا إن كان لا يزال حيا أم هو ميت. ثم اكتشف 3 أزواج أحذية سوداء تحت السرير الذي يرتفع عن الأرض بنحو 40 سنتيمترا. اكتشف حميد صندوقين خشبيين أقفلا بإحكام. فضوله يدفعه إلى إخراجهما وفتحهما لمعرفة ما بهما، ولكنه يتردد، فقد تعود السيدة روزا وتباغته. فضوله أقوى. أخرج صندوقا أول، كان طويلا، على جانبيه حلقتان من حديد تستعملان في حمله. على غطائه ثبتت قطعة حديد ختمت بقفل. منذ النظرة الأولى لاحظ أن لا سبيل إلى فتح الصندوق إلا بكسر القفل. أخرج الصندوق الثاني فلاحظ أنهما متشابهان. أعادهما حيث كانا. في درج الطاولة الصغيرة المركونة عند رأس السرير اكتشف 2 مفاتيح ظن أن من بينها مفتاح الصندوقين الخشبيين. قال لنفسه إن عليه التريث وألا يستعجل اكتشاف كل شيء. في يومه الأول في حديقة السيدة روزا
تمكن حميد من تنظيف ذلك البيت الذي يبدو أنه ظل مهجورا لزمن غير يسير. كان طبيعيا أن تأتي صاحبة المنزل لترى. أبدت فرحتها بالتغيير السريع الذي طرأ على المكان، هم بسؤالها عن الصندوقين الخشبيين وعن البذلات التي في الدولاب، ثم أمسك. قال لنفسه إنها ستحدثه عن كل تلك الأشياء إن كانت لها أهمية لديها، ولكنها لم تحدث. كانت الليلة الأولى في ذلك البيت المتواري في عمق حديقة فيلا روزا بيانكو من أطول الليالي التي عاشها حميد العبداني. أقفل الباب بإحكام بمزلاج من حديد، ولكنه مع ذلك ظل يساوره الخوف من أن يقتحم عليه المكان. مضى بتفكيره بعيدا، حلق فوق قريته التي صار بينه وبينها الآن آلاف الكيلومترات. صورة والديه وإخوته وأصدقائه رآها تمر أمام ناظريه على الجدار المقابل للسرير، ثم صار يفكر في مستقبله في إيطاليا. عليه أن يعمل من أجل الحصول على وثائق الإقامة، وكل ذلك يبدو له مرهونا بتعلمه اللغة الإيطالية، بما يتيح له الصدع بما يريد الحصول عليه. يعلم أن الوسيط الذي جاء به إلى هنا لن يلتقيه ثانية، عليه أن يعتمد على نفسه. تأتي من الخارج أصوات حفيف أوراق الشجر ونباح كلاب متقطع وأصوات سيارات قليلة تمر من الطريق القريب. نظر إلى ساعته اليدوية التي وضعها على الطاولة الصغيرة، 3 صباحا، ثم تذكر أن التوقيت المضبوطة عليه هو توقيت المغرب. في أتيرا الساعة تشير إلى 5 فجرا. تحسس الطريق بيده إلى زر الإنارة، أضاء الغرفة وعاد يجلس على حافة السرير، وبلا تردد هذه المرة أخرج الصندوق الأول من تحت السرير وجاء من دولاب الطاولة بالمفاتيح التي اكتشفها هناك. جربها الواحدة والآخر، في المحاولة الرابعة انفتح القفل. استرجع أنفاسه، يعلم أن ما قام به قد ينهي حلمه الإيطالي. بحذر شديد وبنظر مركز على الباب وسمع يرصد كل وقع للخطو من حول ذلك السكن، رفع الغطاء. هناك شيء ملفوف في قطعة قماش حمراء لم ينلها غبار ولا بلا. أخرج اللفافة الحمراء، وما أن فتحها حتى تراجع وسقط على ظهره. ما كان داخل ذلك الصندوق مسدس ومعه ذخيرة. لم يسبق له أن لمس مسدسا. في عمق الصندوق ظرفان مغلقان لم يستطع قراءة ما كتب عليهما إذ كان بخط اليد. أعاد المسدس ملفوفا كما وجده، أغلق الصندوق وأعاده حيث كان. لقد قطع الخطوة الأولى. أخرج الصندوق الثاني، جرب عدة مفاتيح قبل أن ينفتح القفل. في داخل الصندوق رسائل كتب عليها بخط يد وخنجر صغير وصور رجل ممدد على الأرض وفمه مفتوح كأنه ميت. أعاد الصندوق إلى مكانه تحت السرير وأعاد المفاتيح إلى الدولاب، ثم عاد إلى الفراش ينشد ساعة من نوم، وهو يعلم أن وراء كل ما اكتشفه في الصندوقين سرا وربما أسرارا كثيرة. أشرقت الشمس على أتيرا، ومن النافذة تسللت خيوط من أشعتها إلى غرفة النوم. فتح حميد العبداني عينيه، بدا له المكان غريبا. احتاج بضع ثوان ليدرك أنه في ذلك المنزل في عمق حديقة السيدة روزا بيانكو مشغلته التي تعرف عليها أمس. تمطى، تنفس نفسا عميقا ونهض. فتح النافذة، أشعة الشمس تداعب أغصان الأشجار، وفي ضوئها تلتمع خيوط العناكب المنسوجة بين أغصان الشجرة الأقرب إلى النافذة. خرج من الغرفة وأزاح المزلاج وفتح الباب. أحس بالهواء البارد يغمر المكان. توقع أن تأتي السيدة روزا ببعض الطعام، هي تعلم أنه لم يتدبر بعد أموره. تذكر الصندوقين وما اكتشفه بداخلهما، أمر المسدس والذخيرة يرعبه. هل يخبر السيدة بما اكتشفه؟
وماذا سيحدث إن هو فعل؟ ألم يهاجر إلى إيطاليا ليبني له مستقبلا يرضاه؟ تدافعت الأفكار في رأسه. جلس على قطعة الصالون البني يفكر، ثم إنه قرر أن يبلغ المرأة بكل ما اكتشفه، فقد لا تكون على علم بما في الصندوقين ولا بتلك البذلات المعلقة في الدولاب. وكما توقع، لم يمض وقت طويل حتى ظهرت السيدة روزا في ذلك الممر الذي ينطلق من الفيلا. لما وصلت ألقت إليه بتحية الصباح وهي تبتسم، ثم قالت كلمات لم يفهمها، ولكنه قدر أنها تسأله عما إذا كان أمضى ليلة جيدة. كان يرد بابتسامة وهو يحرك رأسه تعبيرا عن رضاه، ويكرر الحمد لله تارة وسافا مدام تارة أخرى. وضعت على الطاولة التي أمام قطعة الصالون خبزا وقهوة بحليب وقطع جبن، أشارت بيدها إلى الطعام. كان لباسها الأصفر الفاتح وبياض بشرتها مما يضفي على شخصيتها وقارا وبهاء. أراد حميد أن يبدي لها عربون وفاء، ولذلك قبل أن يتناول مما جاءت به من طعام دعاها بإشارات إلى داخل غرفة النوم. تبعته ووقفت بالباب، مضى إلى الدولاب وأشرع أبوابه، فظهرت معلقة البذلات الثلاث. قرأ في ملامحها استغرابا، ثم أشار بيده مرة أخرى وانحنى على جانب السرير وأخرج من تحته صندوقا أول ثم آخر. كانت المرأة تنظر باستغراب، وكان في ذلك ما شجعه على إحضار المفاتيح التي اكتشفها في درج الطاولة الموضوعة عند رأس السرير. كرر ما فعله خلال الليل وفتح الصندوقين. زاد استغراب السيدة روزا التي قالت ما فهم منه أنها ستبلغ الشرطة. لعلها تفطنت إلى أن ذلك قد يقلقه، فسارعت إلى طمأنته بأن ربتت على كتفه، وما لبثت أن غادرت. كانت قد دلته على المكان الذي توجد فيه أدوات البستنة، كوخ صغير يتوكأ على جدار الحديقة. تناول حميد فطوره وانطلق يستكشف هذا الفضاء الأخضر الذي يحتاج إلى توضيب وتنظيم. كانت قد انقضت ساعتان أو أكثر لما ظهرت السيدة روزا بيانكو في باب الحديقة. كان معها رجل يبدو من ملبسه أنه يرافقها في مهمة رسمية، ثم لحق بهما ثلاثة من رجال الشرطة بالزي الرسمي. أدرك حميد أن المرأة أبلغت مصالح الأمن، وأيقن أنها لم تكن على علم بوجود تلك الأشياء. نادت عليه، جاء مسرعا يظن أنها نهاية وجوده في إيطاليا. نظر إليه مليا الذي بلباس مدني، بينما ظل رجال الشرطة الثلاثة على بعد خطوات. تحدثت السيدة روزا إلى الشرطي، وكانت تنظر من حين إلى آخر إلى حميد. دخل رجال الشرطة إلى المنزل الصغير وحملوا الصندوقين وكل الأشياء التي اكتشفها. بإشارات منها طلبت منه أن يغير ملابسه ليرافق رجال الشرطة إلى المفوضية. عادت المخاوف لتهيمن على كل تفكيره. لم يتقبل أن يرحل وأن يعود إلى قريته في أطراف مدينة خريبكا دون أن يحقق الهدف الذي جاء من أجله. يعلم أنه لن يستطيع أن يغير مجرى الأمور، ثم إنه كان يقنع نفسه بأن الذي يحدث ربما كان خيرا له. ركب سيارة الشرطة ولاحظ أنهم لم يضعوا له الأصفاد. في المفوضية أدخل مكتبا به رجل أمن بالزي المدني، ثم نودي على أحدهم باسم مصطفى، وبعد ثوان ظهر بالباب شاب يبدو من ملامحه أنه عربي. ألقى التحية بالإيطالية ثم توجه إليه قائلا مرحبا. هي المرة الأولى التي يسمع فيها كلاما عربيا منذ أن ودعه الوسيط الذي أتى به إلى أتيرا. قال في نفسه إن هذا الشاب مهمته الترجمة. كان المسؤول الأمني وهو يدقق النظر في جواز سفر حميد يطرح أسئلته بالإيطالية، وكان ذلك الشاب يترجمها ويترجم أقوال حميد. سئل عن اسمه وتاريخ وصوله إلى أتيرا، ثم عن الظروف التي اكتشف فيها الصندوقين الخشبيين. كان رده في كل مرة يستوفي التفاصيل. ما كان يهمه
أن يبعد عن نفسه كل شبهة، وقد ارتاح إلى ذلك الشاب الذي تولى الترجمة. بعد أن وجهت إليه كل الأسئلة، طلب منه أن يخرج وينتظر في الخارج. جلس على كرسي هناك، ثم خرج مصطفى. كان شابا مهذبا لبقا ارتاحت إليه نفسه. علم منه أنه إيطالي من أصل مغربي. قال إن عائلته أتت من الدار البيضاء قبل أكثر من 30 سنة. طمأنه إلى أنه لن يعتقل ولن يتم ترحيله، لأن السيدة روزا بيانكو أكدت أنه لم يدخل ذلك البيت سوى أمس. عاد حميد إلى مكان عمله، وكان لقاؤه بمصطفى الشاب ذي الأصول المغربية أول علاقة يقيمها في إيطاليا، وقد لقي منه تعاطفا وسندا لما أبلغه بأنه يريد تعلم اللغة الإيطالية، فقد تطوع لتعليمه، وكذلك صار يلتقيان مرتين في الأسبوع. لولا هذه العلاقة ما كان لحميد العبداني أن يعرف سر تلك الأشياء التي اكتشفها في ذلك السكن الذي خصصته له السيدة بيانكو. علم أن تلك الأشياء تعود إلى مانويل جابي، وكان ساكن ذلك المنزل على مدى سنوات طويلة، عمل فيها سائقا للسيدة روزا وزوجها فيدريكو الذي مات قبل 15 سنة. كان يؤتمن على كل أسرار الأسرة. ما لم يقله مصطفى أن السيد فيدريكو مات مقتولا في اعتداء استهدفه بينما كان في رحلة عمل إلى تورينو. في تلك الجريمة ظلت ماثلة مناطق ظل كثيرة، ولم يتم الوصول إلى القاتل، ولم يتم العثور على أداة الجريمة. علم حميد أن السائق مانويل جابي مات مقتولا هو الآخر في ظروف غامضة، وأن المسدس الذي اكتشفه في أحد الصندوقين الخشبيين كان أداة الجريمة المفقودة، وأنه كان في ملك جابي. بعد 5 سنوات كان حميد لا يزال يعمل بستانيا لدى السيدة روزا التي بلغت 80 دون أن يتغير الكثير من مظهرها، وقد صار لها مؤنسا في وحدتها، تأتي عنده من حين إلى آخر إلى ذلك السكن الذي أدخل عليه من التحسينات ما جعل منه منزلا أنيقا ومريحا. كانت تلك اللقاءات مما عزز معرفته باللغة الإيطالية. حكت له السيدة روزا يوما عن مانويل جابي، قالت إنه كان شابا في 30 لما شغله زوجها فيدريكو سائقا لديها. كان على مدى كل السنوات الطوال التي أمضاها في خدمة عائلة بيانكو مثالا للوفاء في الظاهر على الأقل. كان فيدريكو زوجها الذي كان مقاولا في الأشغال العامة يودعه أسراره، كل أسراره، ولم يحدث يوما أن ثبت تسريبه تلك الأسرار. تنهدت المرأة الثمانينية، صمتت لبضع دقائق وبدت وكأنها تمنع دموعها، ثم رسمت على شفتيها الدقيقتين تلك الابتسامة التي صارت مألوفة لديها، واستأنفت حديثها بصوت تعكس نبراته كل ما تفيض به نفسها من ذلك الحزن العميق. قالت إنها الآن فقط اكتشفت أن مانويل جابي كان عضوا في إحدى المنظمات المافياوية، وأنه كان ينقل إلى تلك المنظمة كل أسرار فيدريكو المتعلقة بأعماله والصفقات العمومية التي كان يحصل عليها. لم تستبعد أن يكون زوجها الراحل أرغم أكثر من مرة على دفع مبالغ مالية هامة لقاء تمكينه من إنجاز الأشغال، بل والحصول على صفقات. ذلك جانب لم تكن تعلم عنه الكثير. يوم قتل زوجها اختفى مانويل جابي عن الأنظار شهرا، ولما ظهر زعم أنه كان محتجزا رهينة لدى تلك العصابة التي أقدمت على تصفية زوجها. في تلك الواقعة المأساوية اختفت مبالغ مالية هامة لم تجد لها روزا أثرا في حسابات المقاولة. صمتت المرأة مرة أخرى، رشفت من كأس ماء كان على المائدة، ثم استأنفت حديثها. قالت إن جابي عاد إلى المنزل وظل يسكن حيث هما الآن، ويقوم بعمله كسائق إلى أن قتل. لم يخامرها شك، أدنى شك يوما ما، في أن الذي يسكن في حديقتها
هو من قتل زوجها الذي كان يتخذه أمينا على أسراره كلها. كانت تحريات الشرطة قد أفضت إلى أن القاتل مجهول. أقرت روزا بأن الفضل في اكتشاف تلك الحقيقة التي ظلت تبحث عنها وتترقب ظهورها سنين عديدة يعود إلى هذا الشاب المغربي المهاجر. ساعدته في الحصول على وثائق الإقامة ولاقت مساعدة في ذلك من لدن السلطات، ورأت تلك الحديقة التي كانت مهملة تستعيد جمالها ورونقها. الأشجار التي كانت تشير أغصانها في كل اتجاه قام حميد بتشذيبها وتهذيبها كما وعد بذلك يوم قابل السيدة روزا أول مرة. صارت عالمه الذي يتقاسمه مع تلك المرأة، وكان عالمها الذي تأتمن عليه هذا الشاب المهاجر. 3 سنوات بعد أن تجلى سر اغتيال فيدريكو بيانكو، وكانت في 83، توفيت روزا بيانكو أثناء نومها. في الصباح افتقدها حميد وذهب إلى الفيلا يطرق بابها. لما لم يتلقى ردا اتصل بالشرطة، وكذلك اكتشفت وقد فارقت الحياة. كانت تبدو وكأنها نائمة. ظن حميد أنها نهاية مقامه في تلك الحديقة، ولكن مفاجأته كانت كبيرة يوم قرأت وصية السيدة روزا بيانكو. كتبت فيها أنها توصي بكل أملاكها إلى حميد العبداني.